بمشاركة أكثر من 37 متحدثا يمثلون جهات دولية وأممية ومحلية. بدأت بمدينة المكلا فعالية منتدى تضامن للتنمية الذي تنظمه مؤسسة العون للتنمية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، والذي يهدف إلى التركيز على أنشطة مشروع تمكين المنظمات غير الحكومية للحد من الفقر في اليمن، ومنصة حوارية لتبادل الأفكار والخبرات وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية. نضع اللجنة الأولى لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني على طريق توطين العمل الإنساني محليا من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لاستدامة التدخلات الإنسانية وتعزيز تكافؤ الفرص لمنظمات المجتمع المدني الناشئة للتشبيك وعقد شراكات فعالة للحصول على التمويل بعيدا عن المحاولة المحسوبية، وتبادل أفضل الممارسات العالمية والاستفادة منها لاستشراف وتحسين العمل الإنساني في بلادنا. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أكد خلال الحفل على أهمية المنتدى لتطوير استدامته تدخلات الحد من الفقر في اليمن واستشراف وتحسين العمل الإنساني وتحديد ومعالجة التحديات والقضايا الحالية والمستقبلية المتعلقة بالحد من الفقر في اليمن، وخاصة خلال فترة التعافي بعد الصراع وفتح آفاق جديدة للشباب في العمل التطوعي والمساهمة في العمل الإنساني. هذه العاصمة تمثل اليوم ظاهرة إيجابية متقدمة من حيث الأمن والاستقرار والسكينة التي ينعم بها مواطنو هذه المدينة بصورة خاصة والمحافظة بصورة عامة، وإنه لمن دواعي اعتزازنا وفخرنا أن تكون محافظتنا حضرموت على هذا القدر، وهي تفتح ذراعيها لكل مرتاديها والقادمين إليها من كل حب وصوب لإقامة الكثير من الفعاليات التي دائما ما تحظى بالتحضير والإعداد الجيدين لإنجاحها. المنتدى يناقش كيفية ضمان الشمولية والتنمية العادلة في تدخلات منظمات المجتمع المدني نحو الحد من الفقر في اليمن، ويصاحب أعمال المنتدى معرض صوت المجتمع المدني والذي يشمل قصص نجاح وتجارب لمشاريع التغيير والتنمية للحد من الفقر بمشاركة 30 منظمة مجتمع مدني من 4 محافظات يمنية.